النضاليه ياتي مشاركه الفرع المحلي للجمعيه الوطنيه لحمله الشهادات المعطلين بالمغرب في اطار التصور العام للجمعيه الوطنيه من اجل الاغتيال السياسي على اعتباره قضيه طبقيه. بالتالي مشاركه الفرع المحلي ياتي من اجل التشهير بقضيه الاغتيال السياسي وكذلك التشهير بالادوات اللي نفذات جرائم الاغتيال السياسي. ولكن احنا في الجمعيه الوطنيه نعتبر ان النظام القائم لا وطني لا ديمقراطي لا شعبي هو المسؤول على كافه الاغتيالات السياسيه منذ الاستقلال الشكلي الى حدود الساعه، وعلى اعتبار ان اليوم هي الا محطه من اجل فضح الادوات اللي تم استغلالها وتم تنفيذ من طرفها الاغتيالات ديال الشهيد الشعب المغربي اللي هو شهيد ايت الجيد بن عيسى. نقول ان اليوم حان وقت الكشف على الاغتيالات اللي طالت شهداء الشعب المغربي وعلى راسهم الشهيد الشعب المغربي ايت الجيد بن عيسى من طرف القوى الظلاميه، واللي كانت الهجوم ديال القوى الظلاميه المسخره من طرف النظام انذاك على الحركه الطلابيه. بالتالي تاتي مشاركه الجمعيه الوطنيه لحمله الشهادات المعطلين بالمغرب من اجل التشهير بقضيه الاغتيال السياسي، ولكذلك من اجل التشهير بالادوات اللي نفذات الجرائم في حق شهداء الشعب المغربي وتعيينهم.